السلام عليكم، انا جودي من قناة داداتيز. اليوم مسافرين قطر. يمكن تستغربوا لما قلكن بعد كل هالحماس اني لسه هلا فايقة والساعة 7:00 وانا قاعدة عم صرخ بالبيت. اتمنى ما حدا يفيق ويبهدلني، بس رايحين قطر يا شباب، كأس العالم انا جاي. احلى شيء بهي السفر انه ما لازم لا اضب شنطة ولا اعمل اي شيء، رايحة بس بشنطة واحدة هي هاي. خليني افرجيكم حرفيا بس هاي، لانه بس رايحة يوم واحد او حتى اقل، يمكن حتم بقطر فعليا 12 ساعة فقط. ان شاء الله حتكون سفرة حلوة سريعة بسيطة، مو كتير بسيطة، حتكون سفرة جنونية، بس للأسف رن ما حتكون معنا. كنترول شغل نغمة حزينة. الموضوع عن جد بزعل، لأنه حرفيا لآخر لحظة هي كانت حتسافر معي، بس تكنسل كل شيء بوم بآخر لحظة. فهي حتكون أول مرة بسافر فيها لحالي. ما حطول عليكم لأنه أنا كمان لازم روح اتجهز اتمكياج زبط شعراتي وإلبس ونطلع المطار. اوكي جايز، انا جهزت، خلصت كل شيء، خلاص عم بستنى بابا على الباب يطلع مشان يوصلنا على المطار. ما بعرف الشعور اللي فيني، خايفة بنفس الوقت متوترة وكتير متحمسة. متوجهين على المطار وبابا حتشتاقوا لي؟ اكيد طبعا، يعني ما حلحق غيب يا دوب نص يوم، بس حتشتاقوا لي اكيد. بعد وصلت على المطار الحمد لله خلصنا من الجوازات، وهلأ رايحة على الجيت تبع البوابة. بس شوفوا وراي، حاطين أكبر كرة بالعالم، بس للأسف ما في حدا يصورني. وصلت عند البوابة، بس تقريبا إني أنا كتير متحمسة وما في حدا واصل أبدا، البوابة مسكرة. فادي عم يستنى حاليا، والناس اللي ورا عم يكذب تأخري على طيارته. آخر شي رايحة علي طيارة وأنا مو عارفة طيارتي طلعت أرجنتينية. جايز وصلت الطيارة. أول ما صرنا بالهواء عطونا سندويشات جبنة وسناك بار ومي. ما حسيت 5 دقايق إلا وهنا عم يحكوا لنا يلا استعدوا للهبوط. كيف وصلنا بهالسرعة؟ بس شوف الغيوم أحلاهم. جايز وصلنا على قطر. طبعاً أول شيء بدي روح على سوق واقف، يعني هذا من أكثر الأشياء المتحمس لها بقطر، بدي لحق روح قبل المباراة. وشوفوا هون فورا اول ما طلعت من المطار حاطين باصات هدول بيودوني على جوا السوق. يعني مو معقول شو حبوبين بالشارع، شو انه نفسيتهم حلوة هون. وصلنا سوق واقف. واو احلى. شوفوا هون ببيعوا علام وكل شيء، بس انا جاية علبي. شوفوا حاسة حالي مو جوعانة، بس أنا بعرف حالي إني جوعانة، بس من الحماس ما حاسة بالجوع. فحاسة حدور على شي مطعم هون شي ينأكل. شوفوا عم بختار شوية هدايا من هون إكسوفينيرز، اخترت هدول الثلاثة. المحطة الثانية بعد سوق واقف هي الداون تاون. حاليا أنا بالداون تاون، شايفة نفس الترام، ما بعرف وين بودي الصراحة، بس حأركبه ليش لا. تخيلوا هيك الأصوات بكل مكان. المهم صرفت قطري، وتخيل أول ما وصلت على المطار عطوني السم في واي فاي ومكالمات unlimited for free، حرفيا مجان، بيعطوا أي حدا سم في نت. نحن حاليا بلقلقة قطر، طبعا هذا هو المكان الشهير، حرفيا يمكن هذا أحلى مكان عندي بقطر. يعني شوفوا الجمال. حاليا أنا بمدينة لوسيل، طبعا شوفوا هذا البرج الشهير هون عنا، وهي هي لوسيل. طبعا حاليا حتشوفوني عم صورلكم قطر هيك على السريع على السريع، لأنه عم بفتل بالسيارة، بدي حاول لحق فرجيكم كل قطر، فهمانين علي لأنه ما عندي كتير وقت بعد شوي المباراة. فهي هي لوسيل. أول شي هلا حبيبي بدك تدخل معي؟ اسمعوا في شيء هون، يعني مو معقول قد ايه بلطشوا حكي. ما بعرف لو فيني احكيها، بس الشباب كثير سو فليرتي هير. ما بعرف لو هن الشباب ولا هن المشجعين اللي جايين على قطر، بس يعني الموضوع كثير صعب. جايز انسوا الموضوع، اظن هذا احلى مكان عندي بقطر. شوفوا ما احلاه. الفكره انه كله اعلامي. للأسف ما بقى معي وقت، فحالياً حنروح الملعب. يعني نمشي وبدأت تطلع الزحمة عند الملعب الصراحة، ما عندي وقت كتير متأخرة. الأول ولا هلأ ولا هدف، هلأ عم يسأل الملعب.
عارفانة شو أحكي. حرفيا طالعة ما بعرف، حاسة لسه ما بقدر أعبر. أوكي، مهم جيت على قطر مول أنا ورفقاتي مشان ناكل، لأني مو آكل شيء من الصبح. جايز حبة طمنكم، أنا وصلت على دبي ولكني هون بالغرفة. ما فيني أقول إيش قلت لغرفتي، لأنه حرفياً يمكن قبل 20 ساعة كنت هون نفس المكان عم صور لكم. شي شوي غريب إني سافرت وعملت كل هالأشياء ورجعت بهالوقت القليل. اليوم كان مجنون وبنفس الوقت حزين، بس أنا مبسوطة عن جد. يعني عم حاول قد ما أقدر إني ما زعل حالي إنه البرازيل خسروا، لأنه الصراحة هي تجربة من العمر. أنا جد مبسوطة إني رحت وشفت منتخبي المفضل هو عم يلعب قبل ما يطلعوا. والله الموضوع كتير بداية، حرفيا ما بعرف كيف مسكت دمعتي هنيك، لاني من وانا صغيرة وانا بحب البرازيل وبعشقهم. واللي بيزعل اكتر انه نحن ما يعني انصدمنا بخسارتهم، يعني ما كنا متوقعين ابدا ابدا، فهذا الشيء كان صدمة بالنسبة لنا كلياتنا. المهم نحكي الحمد لله على كل حال. اظن لهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. جدا تعبانه، مو عارفه اني مش قد بدي نام. ليك كنت اختي هون قاعد عم يناديني. ولهون بنكون وصلنا لاخر هذا الفيديو. اتمنى من كل قلبي انكم تكونوا حبيتوه، لانه كان هيك فلوج سريع بسيط وجدا عفوي. فاذا حبيتوه لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب بالضغط تحت على زر الاشتراك الاحمر، وتغدوا على زر التنبيهات مشان يوصلكم كل جديد. وكمان ضيفونا على الانستغرام، هذول هنا الانستغرام مالتنا هون، لانه حكون عم ننزلكم اشياء من كاس العالم كتير حلوه، صور وفيديوهات وكمان استوريات. هذول هن ثلاث كومنتات اللي اخترناهم من الفيديو الماضي. اذا حابين تطلعوا بالفيديو الجاي تاكدوا انكم عاملين سبسكرايب. بنحبكم كثير يا احلى ناس، وسلام. وهي البيتزا تاور صار عندنا هون مثل مو شايفين. شوفوا هي رسمه الملعب ولونه كلياته اخضر مرسوم عليه حشيش نفس ارضيه الملعب. حبيت الفكره على فكره، والله كثير حلوه. حتى شوفوا شو مكتوب، turn any party into a pizza party. yes yes، خلينا هلا نفتح اول واحد. يومي هي البيبروني. هي تشيز كراست، شوفوا.